في سلسلة الفيديوهات اللي هنتكلم فيها مع بعض الفترة اللي جاية، احنا حطيناها تحت عنوان ما تخافش. لو انت عندك تخوفات من عملية الليزك او انك انت تتخلص من النظارة اللي مقيدة حركتك وشكلك، في الفيديوهات دي لو تابعتها معايا هقولك ليه ما تخافش انك تعمل عملية تصحيح الابصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا دكتور احمد سعيد، دكتور استشاري طب وجراحة العيون، استاذ مساعد طب وجراحة العيون جامعة الزقازيق، استشاري جراحات القرنية والليزر بالمعهد القومي للعيون. ايه ممكن يكون قلقك تاني للعملية غير كده؟ من مضاعفات العملية؟ اي عملية في الدنيا قد يكون ليها مضاعفات، ده حقيقي، بس مضاعفات عمليات تصحيح الابصار لا تتعدى 1%، ومعظمها الحمد لله مضاعفات سهل علاجها، وده السبب انها اكثر عملية بتتعمل في العالم. الليزك ومستقاته هي اكثر عملية اختيارية بتتعمل في العالم، وده ممكن او ده ما كانش ممكن يحصل الا بسبب الامان الكبير بتاع العملية دي.